تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تعلن مؤسسة منتدى أصيل انطلاق الدورة الخريفية 44 لموسم أصيل الثقافي من 6 إلى 26 من شهر أكتوبر. وينظم الموسم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية وجماعة أصيلة. هذه الدورة ستعرف تنظيم مجموعة من الندوات في إطار الدورة 37 لجامعة المعتمد بن عباد المفتوحة، بالإضافة إلى ورشات في الرسم والصباغة والحفر ومشغل الطفل للفنون التشكيلية ومشغل التعبير الكتابي وإبداع الطفل.